اللهم صل على محمد وآل محمد، وعمر قلبي بطاعتك، ولا تخزني بمعصيتك، وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك وأحييتني تحت ظلك. وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان، الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه نجوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه. اللهم فأعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لديه. اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا، واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا. قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان، وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار.